أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. ارتفعت أسعار صرف الدولار اليوم الثلاثاء بشكل طفيف في البورصة الرئيسة في بغداد، بينما انخفضت في كردستان العراق. وقالت مصادر صحفية أن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 146,900 دينار عراقي لكل 100 دولار، والتي سجلت أمس الاثنين 146,800 دينار عراقي لكل 100 دولار. وأضافت المصادر أن أسعار البيع والشراء استقرت في الأسواق المحلية ببغداد، إذ بلغ سعر البيع نحو 147,500 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء نحو 146,500 دينار، فيما شهدت أسعار الدولار في كردستان العراق انخفاضاً، إذ بلغ سعر البيع 147,000 وسعر الشراء 146,500 دينار. أعلن مصرف الرافدين عن منح قروض للمواطنين والموظفين من أجل ترميم وتأهيل الدور السكنية. وقال المصرف إنه سيمنح قرضاً بقيمة 50 مليون دينار عراقي للموظف لترميم وتأهيل الدور السكنية، و30 مليون دينار للمواطنين، مضيفاً أن التقديم على القروض سيكون حسب الرقعة الجغرافية. ويذكر أن مدير عام المصرف الرافدين حسين محيسن أحيل مؤخراً إلى التحقيق لتورطه بشبهات فساد، كما خضعت المديرة السابقة للمصرف خولة جبار إلى التحقيق في قضية اختفاء نحو 6 مليارات دولار سحبتها شركة كيغارد من مصارف حكومية دون وثائق أو ضمانات. كشف خبراء اقتصاديون عن عدم وجود نية حكومية لفرض رقابة على الأسواق في البلاد لمحاربة ارتفاع الأسعار. وقال الخبراء إنه رغم حديث الحكومة عن نشر فرق رقابية لمراقبة ارتفاع الأسعار وقمع جشع التجار، غير أن كل ذلك كان مجرد حديث ليس له وجود على الأرض، موضحين إن نحو شهر مر على الادعاء الحكومي لكن الأسعار ما زالت مرتفعة بشكل جنوني، ما أسفر عن تضرر مختلف فئات الشعب. وأشار الخبراء إلى أن البرلمانيين والسياسيين سيحاولون رفع شعارات مستهلكة لأغراض انتخابية لنيل رضا المواطنين في وقت يعاني فيه العراقيون من ارتفاع الأسعار بسبب رفع سعر صرف الدولار الذي شرع خدمة للمصالح السياسية دون الأخذ بنظر الاعتبار ما يلحقه من ويلات بالمواطنين. أظهر مسح أجراه مؤشر آي إس ماركت لمديري المشتريات في مصر انكماش القطاع الخاص غير النفطي في البلاد للشهر الرابع على التوالي. وأوضح المسح الذي أجراه المؤشر تراجع الطلبيات الجديدة ومبيعات التصدير، ليهبط مؤشر الأسواق في مصر من 49.3 إلى 48، وهي أدنى قراءة له منذ حزيران من العام الماضي، ليبقى دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وأضاف المؤشر أن طلب العملاء ما زال ضعيفاً، إذ هبطت تدفقات الطلبيات الجديدة بشكل كبير، فيما تراجعت مبيعات الصادرات للمرة الأولى في الثلاثة أشهر الماضية ليشهد التوظيف وتراكمات الأعمال ومشتريات المدخلات مزيداً من الهبوط. قال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود ناجي إن القطاع المصرفي اليمني هو أحد مكونات القطاع الخاص التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن القطاع المصرفي يقدم الخدمات المالية المطلوبة لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين في جميع المحافظات اليمنية، مشدداً على أهمية تحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي عن الصراع الدائري في البلاد. وتشهد العملة اليمنية انهياراً متواصلاً في عدن ومناطق الحكومة اليمنية بعد تجاوز سعر صرف الريال حاجز 900 ريال للدولار الواحد. ختام الموجز، إلى اللقاء.